معكم حول الحدث. أندري مهاوج. إذا كان الناس يولدون متساوين وأحرارا، فمن غير المجدي أن نتطلع إلى تعميم الحقوق العالمية للإنسان ما لم تحظى هذه الحقوق، بمعنى في أماكن لا يمكن حتى رؤيتها في أي خريطة من خرائط العالم. نستعيد هذا الكلام كلام الرئيس الأمريكي الراحل إليونور روزفلت في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول ديسمبر هذه السنة، تصادف أيضا ذكراه 70. يضع هذا الإعلان معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب ولجميع الأمم، وهو ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص. فأين هو الواقع من الأفعال؟ سنطلع في هذا البرنامج الخاص على نموذجين في بلدين عربيين من خلال ريبورتاج لكل من مراسلينا في تونس ومصر. سنناقش أوضاع حقوق الإنسان عالميا مع جون ماهر، رئيس المنظمة المصرية الفرنسية لحقوق الإنسان في باريس، ومع سعدية مصباح من جمعية ذوي البشرة السوداء في تونس، وعيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، وحفيظة شقير أستاذ جامعية وناشطة حقوقية، وهو أيضا نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. أما ضيف المناسبة الخاصة المتعلقة بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان فهو كريم جبران، المتحدث باسم منظمة بيت السلام. قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14. في البداية نتوقف إذن مع ريبورتاج من مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس يحدثنا فيه عن أوضاع أوضاع ذوي البشرة السوداء في تونس. ثامر الزغلمي نستمع إليه ونعود لمناقشة ما سوف نستمع إليه في البرنامج في الريبورتاج. الملاسين من أقدم الأحياء الشعبية غربية العاصمة التونسية، في هذا الحي اتخذت مجموعة من ذوي البشرة السوداء أحد الأنهج سكنا. هل يعاني هؤلاء من تمييز عنصري دفعهم إلى السكن في هذه الزاوية؟ سؤال طرحناه على مريم القاطنة بهذا الحي. ذوي البشر السمراء تقصد؟ هما من أصيلي الجنوب التونسي، وهما يسكنوا، وإنا نتصور معناتها يسكنوا، معناتها جالوا لسكن جاب، معناتها تبعوه لبقية، معناتها مش خاطر هما يشوفوا إنهم هما ما ينجموش يختلطوا بذوي البشر البيضاء، لأنه مش صحيح. هذا الرأي يعارضه فريد الذي اعتبر أن المجتمع التونسي ما زال يعاني من ظاهرة التمييز العنصري. بالطبيعة موجود التمييز العنصري، المظاهر متاعه أنه ثم تفرقة بين السود والبيض في تونس، رغم سن القوانين ورغم كل شيء، لأنه وجمعيات وقوى الضغط، لأنه موجود الميز العنصري. العاصمة التونسية وغيرها من المناطق داخل البلاد ما زالت تحتفظ بمظاهر التمييز الذي عانى منه على مر التاريخ ذوي البشرة السوداء، من زنقة العبيد ونهج الوصفان في المدينة العتيقة إلى قرية القصبة بمحافظة مدنين المقسمة بين البيض والسود. الثقافة الشعبية تحتفظ أيضا بمفردات عنصرية ما زال التونسيون يستعملونها إلى حد الآن، تعبر عن احتقار وازدراء للسود. حماد معمري صحفي اشتغل على مثل هذه الظواهر الاجتماعية. تعرف التونسي راه في العقل الباطني نتاعه فما معناها نقطة مظلمة شوي وعنصرية للأسف. احنا تو مثلا حتى في العائلات العادية التونسية معناها صعيب شوي انه التونسي مثلا يعطي بنته لواحد ذي بشرة سوداء اسمر، معناها فما ايضا في بعض الجهات انه شكون يقول لك عبيدات هي بمعنى انه عبيد. هذا الرأي يوافقه الباحث شكري المبخوت. تونس هي اول بلد
عربي إسلامي ألغى الرق في أواسط القرن 19، ورغم ذلك ما زالت الثقافة العامة تحمل نظرة عنصرية، فإن هناك النظرة الاجتماعية والثقافية والبنية الذهنية الاجتماعية ما زالت تحمل أثار تتجلى أحيانا في بعض السلوكات، في بعض المواقف، في استعمالات اللغوية. المنظمات المدنية التونسية وبعد تنظيم عديد تحركات نجحت في دفع السلطات إلى إقرار قانون يجرم التمييز العنصري، لكن عديد الدارسين يرون أن الطريق ما زالت طويلة ليتخلص المجتمع التونسي نهائيا من هذه الظاهرة رغم انحصارها في عديد المناطق. حقيقة تعرفها أنت وأنا، حقيقة عاشت فينا، عاشت معانا، حقيقة خلاتنا نعملوا للكحال الجبانة ونسميوها جبانة العبيد، قال شنية ما يجيش يتدفن العبد بحذا السيد. تونس، ثمرة الزغلامي، مونتي كارلو الدولية. حفيظة شخير، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس، أهلا بك في مونتي كارلو الدولية. على الدعوة، وأنا سعيدة جدا لأنني سأتحدث في ذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالنسبة للواقع التونسي. صح طف. نعم إذن تحديدا عن الواقع التونسي، أعتقد أنك استمعت إلى ريبورتاج ثامر الزغلة من مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس. الموضوع كان يعني ما هو وضع ذوي البشرة السوداء في تونس. يعني هو من المعلوم أنه السنة هذه تم إصدار قانون لإلغاء التمييز العنصري، وهذا دليل على وجود هذه الظاهرة في البلاد، وبالتالي يعني يكون مهم جدا أنه إصدار القانون سيلعب دور في تغيير العقليات، لأنه مع الأسف صحيح أنه إلى حد الآن ثم تمييز عنصري، كما ثم مظاهر أخرى للتمييز اللي تمس حقوق النساء ولا اللي تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تمس ذوي الميولات الجنسية المختلفة، فهذا واضح، يعني واضح اللي فما تمييز على أساس اللون، على أساس الجنس، على أساس الاختيارات الجنسية أو الإعاقة، معنى هذا واقع. أيوة نعم، ولكن بالنسبة لحقوق الإنسان ككل، يعني إذا أردنا نأخذ شرعة حقوق الإنسان، يوم العالمي لحقوق الإنسان، الناس يولدون متساوين وأحرار، هل هذا الأمر عمليا بنسبة معينة؟ يعني طبعا من هناك دائما بعض الاستثناءات أو الخروقات، ولكن بالنسبة للوضع في تونس بشكل عام هل ينطبق عليهم؟ الغاية اللي نطمح لتحقيقها أنه الناس تكون متساوية وعندها نفس الحقوق وتتمتع بالكرامة الإنسانية، ولكن حتى المجتمع الدولي تفتنا إلى صعوبة تحقيق المساواة، فأصبح يصدر اتفاقيات دولية لإلغاء التمييز، لإلغاء التمييز العنصري، لإلغاء التمييز في مجال التعليم، لإلغاء التمييز المسلط على النساء. لماذا؟ للوصول إلى المساواة. يعني اليوم المطروح على الساحة الدولية وحتى على الساحة الوطنية أن نشرع في إلغاء التمييز إما على المستوى القانوني أو على المستوى الاجتماعي، يعني بتغيير العقليات، بالعمل على إرساء ثقافة المساواة والعنف وثقافة عدم التمييز، وهذا مهم جدا، لأنه لا يكفي أن نصدر قانون، مهم أن نصدر قانون لكن يبقى غير كافي مدام لم يتوج بعمل على العقليات من أجل تغييرها وقبول حق الاختلاف وحق الآخر. طيب، مع حسان تيل أيضا من مونتي كارلو الدولية معي في الاستوديو. بالنسبة يعني وضع حقوق الإنسان ككل في تونس، حسان، نعرف أن تونس كانت متقدمة على بعض الدول العربية بالأخص بما يعني المرأة، صحيح، ولكن يعني بعد يعني الثورة، بعد التغيير الواقع اليوم، بعد يعني عام ما حصل عام 2011، هناك مكسبان أساسيان ربما لا يشعر بهما كل التونسيين، ولكنهما مكسبان أساسيان، وهما انطلاق الألسنة وزوال الخوف.
يعني حرية التعبير تقصد وحرية الكتابة والكلام. في تونس تستطيع أن تعبر اليوم عن رأيك وتستطيع أن تقول ما تريد أن تقول، لكن طبعا الحرية ليست في ما تريد أن تقول، لأن هناك ضوابط أيضا للحرية. هذا عمل طبعا طويل ويستوعب مجال يعني تربية ويستوعب دراية، وهي ما تسعى تونس إليه. أيضا الخوف في تونس كان من الخوف الأمني، يعني الأجهزة الأمنية، الخوف من النظام قبل حتى الوزراء الذين كانوا مع السلطة. عندما تريد أن تسألهم أو أنت صحافي حول مواضيع يتفق عليه الجميع، أو حتى حول المواضيع التي تقدم كبطاقة بريدية تسوق لصورة تونس في العالم، مثلا حقوق المرأة، كان هؤلاء الوزراء والمسؤولون يخشون ويطلبون أذونا من رؤسائهم حتى يتحدثوا عن هذه المكاسب. يعني وصلت درجة الخوف إلى درجة المرض في وقت من الأوقات. يعني ماذا بالنسبة لزوي البشرة السوداء؟ يعني هذا هو موضوع يعني اخترم بين عدة مواضيع تتعلق بحقوق كل إنسان من تونس. ذوي البشرة السوداء، هذه القضية مطروحة بإلحاح، والرأي عندي أن المجتمع وأن منظمات المجتمع المدني التونسية والأحزاب السياسية تهتم بها، ولكنها لا توليها الأهمية التي تستحق. لأن هذه ظاهرة التعامل بشكل عنصري مع ذوي البشرة السمراء أو السوداء هي ظاهرة موجودة في تونس ضد التونسيين الذين ولدوا أبا عن جد في تونس، وضد مثلا الطلبة الذين يأتون من بلدان جنوب الصحراء. يعني عندما ترى في تونس أو في الجزائر أيضا، يعني في بلدان المغرب العربي بشكل عام، قامت حملات في السنوات الأخيرة، يعني عمليات اعتداء، وقامت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي يقولون أخرجوا الأفارقة من عندنا، كما لو كانت تونس في السويد أو كما لو كانت الجزائر في أمريكا اللاتينية. هذا فعلا يدل على أن هذا المرض أو هذه المشكلة هي داخل في الذهنيات، وقد عبر هنا الريبورتاج بشكل جيد، هي مغروسة غرسا داخل في الذهنية في العقلية، وبالتالي المطلوب تغيير الذهنيات. وأنت تعرف الدكتاتوريات الكبيرة هي التي تكمن في الرؤوس، بالإمكان القضاء على الدكتاتوريات العسكرية السياسية. أما أعتقد شخصيا أن إرساء المواطنة التونسية بالحقوق والواجبات يمر أساسا عبر عمل جبار تغيير الذهنية، تغيير العقلية التونسية، وهو شأن التربويين، شأن السياسيين، شأن العمل، شأن المواطن. لأنه فعلا كما أشرح الريبورتاج، عندما تسأل شخصا تقول هل تريد أن تزوج ابنتك تونسيا، لا أقول أجنبيا، وذا بشرة تونسية، يرفض. يعني هناك من ربما من لا يرفض، ولكن ترى أنه لا يعبر صراحة، وهذا غير منطقي في بلد يعني متعدد، لا بلد أنه يطمح إلى أن يرسي للمفهوم الديمقراطية التي يتساوى فيها المواطنون حقوق وواجبات. وهذا أيضا يجرنا ربما أيضا إلى قصة الحقوق المرأة في تونس. يعني أطرح السؤال على السيدة حفيظة شقير. حفيظة شقير، يعني هل يمكن يمكن القول بالنسبة يعني موضوع حقوق الإنسان كما ذكر حسان طليلي وكان ما نعرف هو له متعدد جوانب، وكل إنسان له قضية وله حقوق طبعا، ولكن تطبيقها بالنسبة لزوي البشرة السوداء هل يعتبر هذا من المواضيع الأساسية أو الأولويات التي الآن تواجه يعني مهتمين بحقوق الإنسان في تونس؟ هل يضعون هذا الأمر في صلب اهتماماتهم؟ حسن، تريد أن تجيب يعني سيدة حفيظة؟ تريد أن تجيب يعني أنا ذكرت قبل قليل إن هناك فعلا جهودا، إن هناك جهود تبذل اليوم، والدليل على ذلك استصدار قانون ضد التمييز العنصري. ومع ذلك فإن المنهجية، منهجية التخلص من هذا المنطق في الذهنية التونسية، تتطلب فحد حشد الطاقات يعني البشرية، الطاقات
التربوية، أهل الثقافة، النخبة، الإنتاج الثقافي والممارسة اليومية انطلاقا من عملية الاستثمار في المواطنة الجديدة. وهذا حسب رأيي يتم لحد الآن بشكل فيه بطء كبير. لأن هذه الذهنية متغلغلة، ولأن هناك شعور بأن هذا ليس ربما أمرا أساسيا، ولا ربما ليس من أولويات الأولويات الآن. نعم. إذن السيدة حفيظة شقير، ما رأيك يعني بهذا الموضوع الذي اخترناه لهذه المناسبة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان متعددة الجوانب وفيها مواضيع كثيرة، ولكن بالنسبة لتونس موضوع ذوي البشرة السوداء، يعني لا أحد يتكلم عن هذا الموضوع. نتكلم عن حقوق المرأة، عن حقوق العمال، عن حقوق كما تريدين، ولكن ذوي البشرة السوداء هل هم من بين يعني الأولويات أو المواضيع المطروحة للنقاش في تونس في المجتمع التونسي بالنسبة لحقوقهم؟ تفضلي. نحب نقول لك أنه المجتمع المدني تكلم حول هذا الموضوع منذ العديد من السنوات، وانتقل إلى القصبة اللي هي بشرة اللي فيها التمييز العنصري واللي فيها الجبانة للنساء للسود وحدها وللبيض وحدهم، والحافلة اللي هي للبيض وحدها وللسود وحدهم. والمجتمع المدني هو اللي طالب بتكوين شبكات من أجل الضغط على السلطة وإصدار قانون. وأنا بصفتي حقوقية نعتبر أنه اليوم في تونس عندنا دستور اللي هو ما يسمى بدستور التوافق، لكن الدستور أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنين في الحقوق والواجبات. واعتمادا على هذه الأحكام الدستورية اعتمدنا القوانين اللي هي قوانين غير تمييزية. صحيح أن التمييز موجود، التمييز العنصري موجود، لكن صحيح أنه لا يمكن أن ننكر أن منظمات المجتمع المدني الجديدة والمنظمات التاريخية. أنا أنتمي إلى منظمة تاريخية اللي هي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اللي ناظرت ضد كل أشكال التمييز بما فيها التمييز العنصري. طيب، شكرا لك سيدة حفيظة. إذن يعني تناولنا في هذا الجانب، الجانب الأول من هذا البرنامج المخصص لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الوضع في تونس تحديدا ذوي البشرة السوداء، مع أيضا عيسى العربي إذن على الهاتف، وكريم جبران المتحدث باسم منظمة بيت السلام في اللغات العربية. حسنت لي، شكرا لك. يعني سيد جبران، سوف أتحدث معك مطولا قليلا بالنسبة لموضوع بالأخص الجائزة التي جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان التي حازت عليها مؤسسة الحق ومنظمة بتسليم، ولكن إذا سمحت معلش سوف أجعلك تنتظر بعد قليلا دقيقة أو دقيقة ونصف للسيد عيسى العربي نتكلم عن حقوق الإنسان يعني بالمطلق في عالمنا العربي، بما أن السيد عيسى هو رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. إذا سمح السيد عيسى صورة شاملة قبل أن نعود إلى السيد كريم جبران ونتحدث إذن عن مؤسسة الحق ومنظمة بتسليم. شكرا للاستضافة. حقيقة ونحن يعني نحتفل هذا العام بالذكرى 70 لإصدار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. بعد 70 سنة يجب أن نقف ونقيم مسيرة حقوق الإنسان طوال هذه السنوات الطويلة. باختصار، يعاني العالم حاليا من ممارستين أو من جزئيتين يجب التركيز عليها فيما يتعلق بثقافة حقوق الإنسان، وهي الجزء الذي تم مناقشته في بداية هذا البرنامج، المتعلق بمدى مفهوم وممارسة الشعوب للقيم والمبادئ التي قام عليها حقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد 70 سنة أصبح ركيزة أساسية ينطلق منها أكثر من 60 وثيقة دولية تعنى بحقوق الإنسان وتؤثر وتنظم جميع الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى العالم. إذا أتينا للشعوب نجد أن ثقافة حقوق الإنسان إلى الآن لم تصل إلى حد وعي يعني يتماشى مع مسيرة 70 سنة دفعت بها دول وأمم متحدة وكرست لها كل الإمكانيات. هنا يجب أن نضع علامة استفهام، لماذا لم تنتقل ثقافة حقوق الإنسان للشعوب وهي مسؤولة عن كثير من الممارسات وليس الحكومات؟ يعني مثلا معاملة
البشرة السمراء وكثير من الممارسات ما أريد أدخل في تفاصيلها متعلقة بهذه الجزئية. الجزئية الثانية المتعلقة بممارسات حقوق الإنسان وهي الجزئية المسؤولة عنها الحكومات أو الأنظمة. بعد 70 سنة نكتشف أن الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل الحكومات والأنظمة يعني بعد أن تدرجت وارتقت إلى مراتب متقدمة جدا كنا نعمل أن يتم البناء عليها نجدها في تراجع حاد. ما يحدث لا. في فرنسا يعني هو مؤشر حقيقي على أن يعني يجب أن نضع أو يجب أن يتم البحث معمقا فيما يتعلق بممارسة الحكومات. قبلها كان بريطاني رئيس الوزراء أن دائما قال عندما يكون النقاش حول قضايا قومية فلا تحدثوني عن حقوق الإنسان. وكثير من الممارسات في الوطن العربي وفي أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا. أنا يعني باختصار هذه نختصر إذا سمحت نختم. نعم طيب ابقى نعم. معنا سيد عيسى ابقى معنا. سيد كريم جبران اهلا وسهلا فيك واسف على جعلك تنتظر كل هذا الوقت. اهلا بك. اذا في البدايه يعني طبعا الموضوع الاساسي نتناوله معك حول هذه الجائزه, جائزه الجمهوريه الفرنسيه لحقوق الانسان العام 2018 التي حصلتم عليها. طبعا هناك مؤسسات اخرى, خمس مؤسسات اخرى, ولكن مؤسسه الحق ومنظمه بتسليم ايضا يعني كان لها نصيب اقتسام هذه الجائزه. ممكن تحدثنا إذن عن عمل هاتين المنظمتين التي استحقت على أساس هذه الجائزة؟ نعرف أنكم تعيشون يعني ضمن بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في ظل هذه المشكلة الكبيرة, مشكلة عملية السلام المتوقفة على كل حال وفي ظل ظروف صعبة. يعني كيف تبدو حقوق الإنسان وما هو دوركم تحديدا يعني في إطار حماية ما يمكن حمايته من هذه الحقوق؟ بداية مساء الخير لكل الأخوة المستمعين وشكرا على الاستضافة. طبيعة يعني العمل المؤسستين هو بشكل أساسي توثيق ورفض انتهاكات حقوق الإنسان اللي بيقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين. وقامت المؤسستين بهذا العمل على مدى سنوات طويلة. مؤسسة الحق أسست عام 1979 وهي من أولى المؤسسات حقوق الإنسان بالمنطقة بشكل عام. منظمة بتسالم أسست كمنظمة إسرائيلية عام 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وعلى مدى سنوات طويلة قامت المؤسستين برصد هذه الانتهاكات المستمرة واللي بيعيشها الشعب الفلسطيني بشكل يومي, وقامت يعني توثيق ونشر هذه الانتهاكات وفضح هذه الممارسات. إضافة في فترة من الفترات كان في هناك متابعة قانونية للانتهاكات وتقديم شكاوي, ولكن بالتأكيد الاحتلال يعني صمم منظومته بشكل لا تخدم الاحتلال فقط ولا تخدم الضحايا, وبالتالي توقفت المؤسستين عن تقديم شكاوي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتكتفي اليوم هذه المؤسسات بعمليات رصد ومناصرة بالخارج من أجل تحشيد الضغط والدعم لقضية حقوق الإنسان وحقوق العمل السياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. طب عظيم. سؤال آخر لك سيد كريم جبران, يعني هل يمكن القول أن هذا هو نموذج أو مثال على أن حقوق الإنسان هي واحدة وتجمع كل الشعوب على رغم في بعض الحالات يعني وجود صراعات كما هو الحال بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ هناك صراع وجودي حتى في مكان ما, ونرى أن المؤسستين تعملان معا والجائزة تقتسمان الجائزة ليست فريدة على كل حال هذه الجائزة. هناك أيضا جوائز من الدنمارك ومن هولندا أعتقد تقتسمها المنظمتان يعني بتسليم ومؤسسة الحق. بالتأكيد تأكيد على يعني عالمية مبادئ حقوق الإنسان, هي تؤكد على إمكانية العمل المشترك عندما بيكون في قضايا مشتركة اللي هي قضية الانتهاكات الأساسية والجرائم اللي بيكون فيها الاحتلال. ليس صدفة أن تجتمع المؤسستان كمؤسسة فلسطينية عريقة الحق في تاريخها وفي عملها المبدئي طوال سنوات طويلة, وأيضا مؤسسة بتسالم كمؤسسة إسرائيلية التي سنو بنشترك في نفس المبادئ, بنشترك بنفس المعاداة للاحتلال وممارساته على الأرض, بنشترك بنفس الهدف اللي هو والشعار المرفوع اللي هو إنهاء الاحتلال هو طريق من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق مستقبل أفضل للشعبين على الأرض. فبالتأكيد عالمية حقوق الإنسان تجمعنا, المبادئ المشتركة والموقف المبدئي
من الانتهاكات والموقف الغير قابل للمحاباة والمساومة على حقوق الإنسان هو اللي بيجمع هاي المؤسسات مع بعض البعض، والاعتراف الدولي الواسع طيب. بدور المؤسستين من خلال الجوائز الدولية والجائزة اللي تسلمها المؤسستين عزيز. في الأيام القادمة هي تأكيد على ذلك. طيب سيد كريم جبران، يعني ماذا عن وضع حقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية أيضا؟ هناك كما تقول يعني إن تقول بأن هناك انتهاكات من قبل قوات الإسرائيلية، ولكن هل وضع الإنسان الفلسطيني، حقوق الإنسان الفلسطيني المواطن في مناطق السلطة الفلسطينية هي مطبقة محترمة؟ يعني لا تخلو من عملية انتهاكات أيضا في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، في هناك انتهاكات السلطة وعند حماس أو في كل مكان، يعني نحن نتكلم بشكل عام لا نستهدف يعني أي طرف بالتأكيد سواء كان بالضفة الغربية أو في قطاع غزة. وضع حقوق الإنسان ليس مثالي، في هناك انتهاكات واضحة وصارخة أيضا. طب أي مجال تحديدا يعاني أنا منها، يعني في أي مجال تمييزي يعاني المواطن الفلسطيني الشعب الفلسطيني في التمييز بين الرجل والمرأة يعني بين تفضل يعني التمييز بين الرجل والمرأة هو ليس تمييز ممنهج، تمييز يعني حتى القوانين على الأقل بتتيح قضية المساواة بين الرجل والمرأة باستثناء قضية الميراث، ولكن في هناك انتهاك برضو لحرية التعبير سواء كان في قطاع غزة أو في داخل الضفة الغربية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله ومن قبل سلطة الأمر الواقع في داخل قطاع غزة. في هناك عمليات إعدام واللي هي كل مؤسسات حقوق الإنسان يعني وقفت ونقف جميعا ضد قرارات الإعدام اللي بتتم بشكل أساسي في قطاع غزة. الاعتقالات السياسية اللي بتتم سواء كان في رام الله أو بداخل قطاع غزة، ولكن احنا اليوم بصدد بشكل أساسي يعني العنوان الأساسي لانتهاكات حقوق الإنسان هو الاحتلال اللي بيقوم بعملية الانتهاك اليومي لحياة ويعني حرية المواطنين الفلسطينيين في داخل الضفة الغربية، إضافة لحصار قطاع غزة اللي بيستمر على مدى سنوات طويلة واللي بيدفع ثمنه كل مواطن فلسطيني في داخل قطاع غزة. يعني الانتهاكات الداخلية صح لازم يكون في هناك انتباه للانتهاكات الداخلية ومحاربة الانتهاكات الداخلية، ولكن انتهاكات الاحتلال هي العنوان الأبرز في عملية انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني طيب. الباقي في أرضه. سيد كريم جبران، يعني كيف اجتمعتم كمؤسستين، مؤسسة الحق ومنظمة بسليم، والتقيتما يعني على هذا الهدف المشترك وحقوق الإنسان، وما هي يعني سبل العمل المشترك في المستقبل؟ حقيقة اللي جمعنا كما ذكرنا في السابق المبادئ العالمية لحقوق الإنسان اللي جمعنا الانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ورؤيتنا بأنه الحل الأوحد والوحيد لإنهاء هاي الانتهاكات هو بإنهاء الاحتلال. مبادئنا المشتركة وعملنا المشترك هو اللي جمعنا. في المستقبل بالتأكيد راح نواصل عملنا بعملية الضغط والمناصرة في جميع الساحات الدولية من أجل إنهاء هذا الوضع. يعني العمل المستمر اللي بنقوم فيه كمؤسستين في العالم من خلال اللقاءات اللي بنقوم فيها مع مسؤولين دوليين، مع منظمات دولية، مع منظمات تابعة للأمم المتحدة. الخطاب اللي تم إلقاؤه من قبل مدير عام منظمة بتسالم قبل حوالي شهر في داخل مجلس الأمن واللي تحدث فيه بشكل واضح على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي وحث تحديدا أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية من أجل إنهاء الاحتلال وإنهاء وضع حالة الانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان. كل هذه القضايا بتجمعنا وراح نستمر طبعا في عملنا المشترك من أجل إنهاء الاحتلال ومن أجل تحقيق العدالة وتحقيق آليات المحاسبة لمنتهكين حقوق الإنسان. يعني في هناك ثقافة تهرب من المساءلة والمسؤولية في العالم، يجب أن يتم دعم ثقافة المحاسبة وعالمية حقوق الإنسان كمسؤولية جماعية كمسؤولية دولية. يعني الانتهاك اليوم نتكلم عن 50 سنة من الاحتلال، صح الاحتلال هو بأيدي إسرائيلية، ولكن العالم سكوت العالم طوال 50 عام على الاحتلال هو بحمل العالم برضو مسؤولية قانونية وأخلاقية على استمرار الاحتلال 50 عام، وممكن نستمر كمان 50 عام أخرى إذا بقي العالم
يراقب بدون ما يقوم بإجراء عملية من أجل إنهاء الاحتلال وتصليح الوضع القائم على الأرض. طيب. سيد كريم جبران، بس بدقيقة سؤالي قبل أن أنتقل وعزنا أعود إلى السيد عيسى العربي ليتناول معه مجمل الأوضاع يعني في العالم العربي وليس تحديدا في بلد أو محدد. بس سؤال للسيد كريم جبران ودقيقة فقط إذا سمحت الجواب، يعني كيف تنظر السلطات الإسرائيلية من ميل والسلطات الفلسطينية لعملكما كمؤسستين تعملان على إعلاء حقوق وتطبيق شرعة حقوق الإنسان؟ يعني بشكل أساسي ممكن نتكلم عن يعني الوضع في داخل منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية. لا يعني لم ألاحظ أو لا ألاحظ مطاردة أو متابعة مضايقات الإنسان الفلسطينية ومضايقات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. ممكن في هناك عدم التزام بما تدعو إليه المؤسسات في بعض الأحيان، ولكن لا توجد مضايقات. لكن بالجانب الإسرائيلي في هناك حملات تحريض متواصلة ضد منظمة بيت سالم وضد منظمة الحق في أكثر من مناسبة. جائزة الحصول على هذه الجائزة كان يعني مدخل لحمل التحريض الجديد على مؤسسة بيت سالم وعلى مؤسسة الحق واتهام الحق بينها إرهابية وأن بيت سالم تعمل مع منظمة إرهابية. وكلمة مدير عام مؤسسة بيت سالم في داخل مجلس الأمن جلبت مزيد من الهجمات في السابق على منظمة بيت سالم، وتم اتهام مدير المؤسسة بأنه عميل بيقوم بأجندة خارجية، والمؤسسة بشكل كامل هي عميلة للخارج وتقوم وتنفذ أجندات خارجية. كانت هناك أكثر من مرة دعوات لإغلاق المؤسسة ومحاولة يعني سن تشريعات تحد تمويل المؤسسة وتحد من نشاط المؤسسة، ولكن المؤسسة طبعا مستمرة في عملها. وكذلك زملائنا في مؤسسة الحق تم تعرضهم لأكثر من مرة لتهديدات بالخارج، لمن بالخارج تم توجيه تهديدات. وبالتالي يعني هناك الكثير من الضغوطات والكثير من التحرير والكثير من التهديد، ولكن المؤسستين ماضيات في القيام بواجبهم بالأخلاقي والقانوني تجاه الضحايا. عظيم. سيد كريم جبران، يعني كانت توضيحات كافية. سأنتقل إلى السيد عيسى العربي. السيد عيسى العربي رئيس الاتحاد إذن العربي لحقوق الإنسان، عذرا مرة أخرى على جعلك تنتظر، الكلام الآن لك. يعني نتحدث هنا عن واقع محدد بالنسبة للشعب الفلسطيني. تحدثنا سابقا في السؤال الأول عن وضع العام لحقوق الإنسان بالنسبة للشعب الفلسطيني. هل لديك تعليق يعني على هذا التعاون في الجانب الحقوقي والإنساني بين المؤسستين، واحدة فلسطينية واخرى إسرائيلية، كما استمعت للسيد كريم جبران؟ حقيقة ارتبط اليوم العالمي لحقوق الإنسان أو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بالنكبة الفلسطينية، ذلك الجرح العميق في قلب كل مواطن عربي وفلسطيني في الأساس. إلى الآن يعني ننتظر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عمل فاعل لتحقيق العدالة والمساواة وتحقيق كل القيم التي يتشدق العالم بها فيما يتعلق بالمواطن الفلسطيني. يعاني من جميع أنواع الانتهاكات، تسلب منه جميع الحقوق الأساسية، والعالم يتفرج إن لم يكن العالم شريك فيما يتعرض له المواطن الفلسطيني في أرضه من انتهاكات ومعاصي. نحن ننتظر من الوطن العربي، من قيادات الوطن العربي، من جامعة الدول العربية أن تضع استراتيجية حقيقية فاعلة لتحقيق العدالة والمساواة للمواطن الفلسطيني. في 10 ديسمبر 2018 سوف يحتفل العالم وستوضع تقريبا أكثر من 30 معلم دولي يعني احتفالا بهذه المناسبة. يجب أن ننطلق في حملة موازية وأن نربط القضية الفلسطينية بالميثاق الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فلنضيء كل الوطن العربي، فلنضيء كل المحافل الثقافية، لم نملك يعني مباني ننيرها، فلننير عقول المواطن العربي إلى أن هناك قضية يجب أن نعمل عليها ليل نهار. يجب أن نستعيد الوعي الثقافي للمواطن العربي، مواطنين 2018 وما بعدها، لا من 2000 وما بعدها يعني، ونحن نستشعر بشكل واضح. لا تعد القضية الفلسطينية عنده
تحمل نفي الهاجس الذي يعني تربى عليه جيل الآباء وربما إلى جزئية معينة جيلنا. يجب أن نستعيد نشوة وجدوة هذه القضية وأن نعيد لها حماسها. يجب أن نسمع في التلفزيونات والإذاعات ذلك العدو الصهيوني الذي ينتهك جميع حقوق المواطن العربي. يجب أن نؤكد على قدسية على عربية القدس وعربية فلسطين وأن تكون يعني نعم يعني عفوا للمقاطعة بس هذا يعني لا علاقة له مباشرة بشرعة حقوق الإنسان موضوع لا هو الأساس لا هو أساس حقوق الإنسان حق المواطنة وحق الحياة وحق الحقوق السياسية والمدنية ممارستها هي منظومة متكاملة. لا تستطيع أن تسلبني وطني ثم تتحدث معي عن المساواة والعدالة وحرية التعبير والرأي. لا هي حقوق مبنية بشكل تكاملي. أعطني حقوقي في السيادة والحرية والحياة. المواطن الفلسطيني تنتهك حقوقه بشكل سافر، يباد ويقتل في الشوارع، ليس له حرمة، يمنع يجوز. وماذا نقول الآن إذن عفوا المقاطعة يعني هذه الانتهاكات لا تحصل فقط بالنسبة للشعب الفلسطيني على رغم أهميتها، ماذا نقول عن واقع إذن الإنسان ككل في بلدان النزاعات إن كان في العالم العربي أو في أي منطقة من العالم؟ يعني أخيرا مثلا القرارات التي اتخذتها بعض الدول الآن عفوا هناك نقاش الآن بين الدول العرب الأوروبية وبنفس الأهمية وبنفس القدر يجب أن نهتم بالمواطن العربي في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي كثير من الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون وبما فيها المشرق والمغرب العربي. يعني بما فيها المواطنين في إيران والعراق وفي تركيا. سيد العربي هناك اليوم الدول الغربية بشكل عام في الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هناك بعض القوانين التي تسن بالنسبة لاستقبال المهاجرين. يعني هل فيها تعارض مع شرعة حقوق الإنسان التي تقول بأن الناس يولدون متساوين وأحرار؟ أحد أهداف الرئيسية اللي الاتحاد العربي يركز عليها هي الدفاع عن حقوق المواطن العربي في دول المهجر، وهم يتعرضون حتى قبل أن تسن هذه يعني التشريعات التنفيذية هم يعانون من انتهاكات جسيمة ولا يصلون إلى مستويات يعني متقدمة في تحقيق العدالة والإنصاف لهم. بعد هذه التشريعات التمييزية سوف يعانون أكثر، وهذه مسؤولية أعيد وألقيها على جامعة الدول العربية التي لم تهتم إلى اليوم بقضايا حقوق الإنسان العربي سواء كان في داخل دولة أو في المهجر. طيب ابقى معنا إذا سمحت سيد عيسى. سنستمع إلى ريبورتاج من مراسلة مونتي كارلو الدولية في مصر دينا إبراهيم. ريبورتاج دينا إبراهيم إذن دائما في نفس الإطار في هذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من كانون الأول ديسمبر من كل عام. إذن نستمع إلى ريبورتاج دينا إبراهيم ونعود للنقاش معك سيد عيسى العربي، وسينضم إلينا جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان في باريس. نستمع إلى ريبورتاج. أنا بقالي 5 سنين في الشارع، محدش بيسأل فيا ولا بيعبرني، وعايش حياتي من هنا لهنا، والحكومة بتفضل تجري ورايا، وما بعرفش أقف هنا شوية ولا هنا شوية. علي دول 12 عاما، واحد من حوالي 1,000,000 طفل مصري مأواهم الوحيد هو الشارع، فأطلق عليهم أطفال الشوارع. ظاهرة ظلت تتفاقم على مدى سنوات، إما بسبب التفكك الأسري أو الفقر أو التسرب من التعليم، لكن النتيجة واحدة: طاقة مهدرة مهددة بالانخراط في جرائم اجتماعية أو إرهابية، رغم وجود قانون شامل يضمن حقوق الطفل، إلا أن المشكلة تكمن في التنفيذ، كما يقول أحمد حنفي الناشط في مجال حقوق الطفل. عندنا قانون جيد جدا، قانون الطفل 126 سنة 2000 والمعدل سنة 2008، إنما للأسف إحنا عندنا عجز أو نقص في تنفيذ أو المواد أو بنود القانون اللي وردت. يعني بنود القانون كفيلة إنها تعمل توفر حماية كافية بصورة جيدة للطفل المصري. قانون الطفل بيوفر ده، بيوفر حماية، بيوفر عقاب للأسرة حتى لو كان الأب أو الأم وبيستغلوا أو بيسيء معاملة أطفالهم، إنما هل ده ينفذ؟ للأسف لا. وفي خطوة تهدف للتغلب على التراجع في أوضاع حقوق الطفل المصري، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في نوفمبر 2018 ما عرف بحملة أطفال بلا مأوى في 14 محافظة مع تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى.
ماهر صالح منسق حملة أطفال بلا مأوى. احنا فريق مكون من 7 أفراد، أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي نشاط ومسعف ومسؤول إدارة الحالة وسائق. كل واحد ليه دور بيتدخل مع الطفل في وقت، يعني لو حسين ان الولد عنده مشاكل نفسية بيبتدي الأخصائي النفسي بيقعد معاه بيعمل معاه عدة جلسات. الأخصائي الاجتماعي لو هو شايف ان عنده مشاكل مع الأسرة بسيطة ممكن تتحل ويعمل خطة لده، وبعد كده بيوجه المسؤول بتاع إدارة الحالة. إدارة الحالة بعد كده بيروح الأسرة ويحل المشكلة ويرجعه تاني الأسرة. لو هو طفل بلا مأوى ملوش أسرة بنحاول نعمله دمج في دار رعاية. لو هو رافض بيتم عدة جلسات وعدة مقابلات مع الطفل لغاية لما نقدر نقنعه بفكرتنا وبرأينا وبوجهة نظرنا. اسمك ايه؟ عبدو. عامل ايه عبدو؟ أول مرة تشوفنا؟ بس احنا دايما بننزل هنا في الحصري مع شايف العربية الحلوة دي، بنتجمع نقعد فيها نلعب بلاي ستيشن مع بعض وبنقعد نعمل أنشطة ونرسم ونلون. بتحب ترسم وتلون؟ طب تحب تيجي تقعد معنا؟ تعال. هي أغلب اللي بيؤدي للطفل إنه يكون في الشارع هي مشاكل أسرة، يا إما الأسرة بيبقى فقر وبيضطروا الولاد تنزل في الشارع، يا إما الأسرة بيبقى فيه انفصال الأب والأم اتطلقوا، في حالة تالتة إن الولد هو أصلا مش حابب العيشة معاهم، بيتضرب أو بينتهك من الأسرة فبيضطر يهرب. تبقى قضايا مثل عمالة الأطفال التي يقدر عددها بحوالي 3 ملايين حالة أو التسرب من التعليم التي تصل إلى 20 مليون حالة تبقى مشكلات أخرى تنتظر دورها في الحل. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية. جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان، إذن استمعت إلى ريبورتاج دينا إبراهيم من مصر؟ أيوة استمعت لي طبعاً. يعني طبعاً هو كان مخصص بشكل عام لوضع الأطفال، حقوق الأطفال، ولكن شرحت حقوق الإنسان شرع العالمية أو اليوم العالمي هو لكل حقوق الإنسان من أي عمر أي طائفة أي مذهب أي لون من أي طبعاً من أي بلد اللي كان. بس تعليق أول إذا سمحت عن هذا الواقع، واقع الأطفال، وبعدها ننتقل إلى الحقوق العامة لوضع الإنسان بشكل عام في مصر. لا صح، هذا مزبوط طبعاً، مش بس الأطفال، لكن طبعاً الأطفال له وضع حساس جداً لأنهم أطفال. يعني ما فيش يعني راجل كبير في السن أو واحد في سن المراهقة غير لما يكون طفل. أطفال الشوارع في مصر دي مشكلة، يعني أعتقد سمعنا في القرار اللي سمعناه ده كان بيتكلم على 3 مليون. يعني لما يكون في 3 مليون طفل في الشوارع دي 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 أزمة إنسانية رهيبة. صحيح الحكومة بتعمل اللي تقدر تعمله، أعتقد إن اللي بتعمل طبعا يعني مش كفاية ويمكن يتعدى الإمكانيات اللي الحكومة ممكن تعملها، ولابد طبعا من نظرة عالمية على وضع الأطفال، أطفال الشوارع. والأسباب اتقالت، يعني تسرب من التعليم أو تفكك أسري، أو الأب انفصل عن الأم، أو الولد مش عايز يقعد مع أهله عشان بيتضرب. يعني في أسباب إن يكون في أطفال كتير، لكن أنا الحقيقة يعني مندهش من العدد، لأن لما كنت يعني أنا في السن في الستينات سبعينات ما كانش فيه حاجات، ما كانش فيه أعداد بهذه الطريقة. طبعا في الفقر ده أهم عامل طبعا بالنسبة للعيلة، إن هم بيتخلصوا من المشاكل عندهم إن هم بيسيبوا أولادهم ويمشوا في الشوارع. لكن دي أزمة أولا إنسانية، لكن أزمة برضو للدولة، أزمة اجتماعية. مش ممكن دولة تتقدم وتنهض وتوصل إلى ديمقراطية لما يكون في عدد زي ده مهول، 3 مليون طفل. طبعا وزارة التضامن بتعمل زي ما قال التقرير، بتعمل حملات أطفال بلا مأوى زي ما قالت، يحاولوا دمج الأطفال في بيوت رعاية أو حاجة زي كده، لكن ما زال برضو في، أعتقد إن في يعني زي ما يكون نقص أو عجز من ناحية الدولة عشان فعلا تحاول تطلع من هذه المأساة. سيد عيسى العربي، سؤال لك إذا سمحت عن يعني موضوع الريبورتاج في مصر، العالم العربي أو بعض دول العالم الثالث ربما أو الدول التي هي في طور النمو كما تسمى الآن، وضع الأطفال هو فعلا يعني أكثر هشاشة؟ وضع الأطفال طبعا في مصر للأسف في مصر وفي يعني بشكل عام، يعني كما قال جون ماهر من الأطفال يعني هم الضعفاء، يعني ليس لديه وسائل دفاع عن نفس الطفل.
كما بدأت يعني وضع الأطفال في مصر رقم مأساوي، إلا أنه لا يمكن مقارنته بوضع الأطفال في العراق أو وضع الأطفال في اليمن حاليا أو في سوريا. بس تلك دول في حالة الحرب، لا يمكن مقارنتها مع الوضع في مصر، الوضع الأمني بشكل عام. أعتقد العراق تجاوزت مرحلة الحرب وقبل الحرب وبعد الحرب، واليمن كذلك بعد الحرب وبعد وقبل الحرب. الأطفال يعانون من وضع مأساوي، إذا كانت في سوريا وليبيا فالوضع مختلف. الطفل الفلسطيني كذلك يعاني لكن تحت الاحتلال. ما أريد أن أشير إلى أن يجب أن تكون هناك شراكة مجتمعية بين الحكومات ورجال الأعمال. العالم الآن يتجه إلى business and human rights، عملية الشراكة بين الاقتصاد وبين رؤوس الأموال وبين القيم والمبادئ الأساسية أو عمل المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان. نظرا لعدم يعني فعالية هذه الشراكة، فكثير من المآسي في الوطن العربي لا نوجد لها حلول في الوطن العربي وفي العالم. يعني نعرف أن هناك أطفال في الصين في الهند يعملون بسن. طب بس سؤال الأخير لك إذا سمح سيد عيسى العربي، هل نفهم بأن المصالح الاقتصادية أو الجيوسياسية في أحوال كثيرة تكون وتتم وتراعى على حساب الحقوق العامة للإنسان، الشرع العامة لحقوق الإنسان في العالم كله كمبدأ؟ 100% وللأسف الشديد العالم يتجه إلى أن يكون أكثر شراسة وأكثر حدة في التعاطي مع حقوق الإنسان بناء على قيم وبناء على اعتبارات أخرى غير القيم والمبادئ، اقتصادية تجارية سياسية. وأصبحت كثير من القضايا الحقوقية هي اما ان تكون مسار سبب للابتزاز او سبب لممارسه الضغوط. هذه الدول وبالذات الدول الكبرى اجادت في التلاعب فيها مع كثير من قضايانا في الوطن العربي، ان كان فيما يتعلق بالوضع في سوريا او في العراق سابقا وفي دول التعاون كذلك. كثير من القضايا التي القوى الغربية تتعاطى معها في مجال حقوق الإنسان وفق مصالحها وليس وفق الأسس والمبادئ وبحسب ما يتجه إليه العالم. يعني منذ الثمانينات إلى 2005 اتجه العالم إلى أن يركز على قضايا حقوق الإنسان من منطلقات سياسية، الآن يتجه إلى أن يتعاطى معها من منطلقات اقتصادية ومالية ومصالح مطلقة. وهذا رايح يضع دولنا العربية أمام تحديات كثيرة. لم تنجح دولنا العربية في التعاطي مع الهيئات والدول الكبرى عندما تعاطت مع ملفات حقوق الإنسان من منظور سياسي، وسوف تحقق إخفاقات أكثر ما لم تتدارك سياساتها وتفعل دورها الحقيقي في 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 مقبل الأيام. وأنبه على خطورة هذا الوضع أو على خطورة هذا التعاطي مع المجتمع الغربي تحديدا والمجتمع الصناعي في تعاطي مع قضايا حقوق الإنسان. سوف نعاني أكثر ما لم ننطلق بمنظور شعبوي، بمنظور متكامل الشعوب ومؤسساته وحكوماته نحو مفاهيم أوسع للتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان الداخلية في الوطن العربي. شكرا لك سيد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في هذا البرنامج الخاص عن اليوم العالمي لشراعة حقوق الإنسان. سيد جون ماهر أعود إليك، باقي لنا 8 دقائق معا. طيب بالنسبة لمصر، ما هي القطاعات الأخرى التي فعلا حقوق الإنسان غير محترمة أو مطبقة كليا في مصر؟ تحدثت عن الأطفال، هناك قضايا أخرى، تفضل اطلعنا عليها. لا، هو الحقيقة الوضع في مصر وضع خاص جدا بسبب الأزمات اللي احنا طلعنا منها من الأيام الربيع العربي. طبعا سمعنا عن ثورة 2011 وبعدين الثورة الثانية 2013. المجتمع المصري بيعاني من مشكلة، وهي التشدد الديني عن طريق الإخوان المسلمين والسلفيين، اللي هو الجماعات اللي هي التكفيرية اللي بتعتمد على استغلال الدين الإسلامي علشان تاخد الوضع وتحطه وتاخد كل القوى تبقى تكون في ايديها. يعني تقصد ما يتعرض له بعض المجموعات الدينية مثل الأقباط مثلا؟ لا، الأقباط بيكونوا ضحايا، الأقباط اللي هم أقلية
يعني ماذا تقصد إذا التشدد من المجموعات الدينية كما تقول الإخوان يعني هي تناقض مع حقوق حقوق الإنسان؟ طبعا طبعا يعني لما يكون في ناس عايزة يعني لما يكون في ناس متشددين وبيقولوا لازم نعمل جهاد وإن أي حد ما يمشيش معانا زينا ويروح الجهاد علشان بيدعي ان هم يعني بيدافعوا عن الاسلاميين ده كده دي مجرد بيدعوا دي تعتبر طبعا انتهاك لحقوق الانسان لانه عايز الناس تمشي زي ما هو عايز ما بديش حريه للناس التانية سواء قبطي او مسلم او غير حتى متدين. الجماعات التكفيريه المتشدده عايزه كل الناس تمشي زي وراها ودي مشكله ليه بقى لان في المجتمع المصري النهارده اغلب الشعب المصري مسلم او مسيحي او حتى ما بيأمنش مش مهم دينه ايه لكن اغلب الشعب المصري متفتحين ومحبين ومتسالمين وبيعيشين وعايشين في امان. عظيم هذه قيم اجتماعية. عظيم سيد جون ماهر يعني اسال ايضا حقوق الانسان بشكل عام نحن في مناسبة اليوم العالمي لإعلان شرعة حقوق الإنسان يعني في مصر هناك أيضا حقوق أخرى حقوق المرأة التحرش مثلا ألا يعتبر ذلك من شكل من أشكال التعدي على حقوق الإنسان؟ قبل أن أعود وأطرح عليك سؤالا أيضا عن الممارسات التي يتعرض عليها كثير من النشطاء. مظبوط سواء المرأة أو النشطاء أنا موافق حضرتك لأن المجتمع أولا المجتمع المدني لازم ياخد مكانه لأن المجتمع المدني بالسبب اللي أنا قلته إن مش عارفين في المجتمع المدني مين الجمعيات اللي هي بتستغل حقوق الإنسان علشان توصل لأهدافها أهداف استراتيجية ليها أهداف أجندتها هي مش أهداف فعلا إن هم يحترموا حقوق الشخص وحقوق الإنسان. يعني في ناس في جماعات كتيرة بيستخبية وتدعي ان هي بتدافع عن حقوق الانسان لكن ليها اجندتها الخاصه. طيب. فطبعا بسبب ان مش من السهل ابدا على اي حكومه مصريه او غير مصريه ان هي تعمل يعني تفند كده ما بين مين الكويس ومين الوحش. النهارده بنقابل المشكله دي لكن مش معنى كده ان ده يكون سبب ان يعني نضرب في كل الناس. في طبعا نقص وعدم احترام سائد في عدم احترام الكتاب والصحفيين واللي بيشتغلوا في الفكر واللي بيشتغلوا في الأدب واللي بنا بنتكلم على الإبداع والفن ما زالوا برضو مش واخدين وضعهم. طبعا في تفتح كبير في المجتمع النهاردة لكن ما زال لازم برضو السلطات الحاكمة لازم السلطات الحاكمة تديهم وضعهم وتعمل جهد كبير أكبر ما بتعمل دلوقتي علشان ياخدوا مكانهم وما يكون وحتى كل ما ياخدوا مكانهم وكل ما نستخدم المجتمع المدني انه ياخد وضعه كل ما الناس التانية اللي هي عايزة تستغله هتتكشف. سيد جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان بقي لدي حوالي 3 دقائق ليس أكثر أرجوك أن تقتصر في إجاباتك الأخيرة. طيب هل الأوضاع الاستثنائية في أي بلد كان في مصر أو في أي بلد آخر في العالم يبرر يعني تعليق العمل بحقوق الإنسان أو تجاهلها مرحليا؟ بص لو أخذنا 11 سبتمبر في امريكا لو اخذنا باتاكلون لفرنسا 2016 نعم ايوه 2011 سوري 11 سبتمبر امريكا 2011 سبتمبر ايوه بنحكي نعم تفضل ولو اخذنا باتاكلون وشارلي ابدو ولو اخذنا برضو احداث مصر يعني في تشابهات كامله 2015 الباتاكلون نعم. تشابهات كامله فطبعا لازم يكون في استثناء وفي الاستثناء في الاوضاع الاستثنائيه طبعا الشعب كله بتيجي يعني وبيكون خسران لكن الاستثناء ده بيشيل بعض من الحريات لكن لابد ان العمليات الاستثنائيه دي تكون مؤقته وما تبقاش حاله طوارئ دائمه يعني. نعم طيب سؤال يعني كما ذكرنا في المقدمه يعني تعميم حقوق العالمية للإنسان يجب أن تحظى بمعنى أكيد في أماكن لا يمكن حتى رؤيتها في أي خريطة من خرائط العالم. هذا ما قاله رئيس الأمريكي الراحل روزفلت. ماذا يعني هذا الكلام لك كرئيس جمعية تدافع عن حقوق الإنسان؟
ممكن حضرتك تقولها تانية ما سمعتك. يعني أنه تعميم الحقوق العالمية للإنسان لن يتم ما لم تحظ هذه الحقوق بمعنى أو بتطبيق بمعنى تطبق في كل أمكنة العالم، حتى في أمكنة لا يمكن رؤيتها في أي خريطة من خرائط العالم، يعني مهما كانت نائية أو صغيرة أو بعيدة. هل هناك تمييز يعني بين دول أو شعوب قوية أو صناعية أو غير صناعية أو في طور التقدم غيرها؟ دقيقة فقط بقية، تفضل تفضل. أوكي، لا موافق طبعا اللي هو قاله، لأن في فرق كبير ما بين الشيء النظري والتطبيق العملي. يعني يعني كله بالذات في الدول العربية كلها، بالذات يعني كل الدول العربية مصدقة على البروتوكولات وعلى كل من ناحية سياسية والاتفاقيات اللي هي بتناهض التمييز ضد المرأة وكل الكلام ده. لكن فعلا لابد يكون يعني تطبيق حقيقي ما بين النظري وما بين العملي في الشارع نفسه. شكرا لك جون ماهر، رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان. شكرا للمستمعين راديو مونتي كارلو الدولية في هذا البرنامج الخاص المخصص إذن لليوم العالمي لإعلان شرعة حقوق الإنسان، شرعة العالمية لحقوق الإنسان، والذي يصادف إذن في العاشر من كانون الأول ديسمبر من كل عام. كان معنا حفيظة شقير رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس، عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان في باريس، كريم جبران المتحدث الإعلامي لمنظمة بيت السلام باللغة العربية.